السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بالعناوين. ثقة عالمية بقوة اقتصاد المملكة بالتزامن مع تحقيق القطاع غير النفطي لأقوى تحسن شهري منذ 7 سنوات. تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر 3 زوارق مفخخة بموقع تجميعها وإطلاقها بمحافظة الحديدة. الجرعات المعطاة لفيروس كورونا بالمملكة تقترب من 43 مليون جرعة. معهد العالم العربي في باريس يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الفكرية والثقافية الممتدة لأكثر من 5 عقود. أهلا بكم. أشادت وكالة التصنيف الائتماني فيتش بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022 للميلاد، حيث أكدت الوكالة بأن احتفاظ المملكة باحتياط مالي كبير يعد داعما بعد تصنيفها ويوفر قدرا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط. ويأتي تعليق وكالة فيتش مؤكدا إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتدادا للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال 5 سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، الذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة. أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر IHS ماركت تسارع معدل النمو للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة إلى أقوى معدلاته في 7 سنوات، وتتوقع المملكة نموا اقتصاديا بنسبة 2.16% هذا العام و7.5% العام المقبل. في ظل سعي المملكة المتواصل للإصلاحات الطموحة وفي إطار رؤية 2020 التي أسهمت في دعم الاقتصاد على اجتياز تداعيات الأزمة المزدوجة من جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بنجاح، ودخول الاقتصاد في معترك الجائحة مسلحاً بنمو غير نفطي قوي وهوامش أمان قوية وزخم إيجابي في مختلف مجالات الإصلاح. أظهرت أحدث البيانات أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة نما في سبتمبر، وارتفعت الطلبيات الجديدة بأعلى معدل في 7 سنوات بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين. وتوقع محللون أنه بعد هبوط المؤشر لشهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب، وأن ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع مزيداً من الشركات لتعيين موظفين جدد خلال الربع الأخير. وتتوقع المملكة نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% هذا العام و7.5% العام المقبل بعد انكماش 24.1% العام الماضي بسبب الجائحة وانخفاض أسعار النفط القياسي. أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن تدمير 3 زوارق مفخخة بموقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة. وبين التحالف أنه نفذ عملية استهداف لموقع لزوارق مفخخة بمحافظة الحديدة، فيما أكدت قوات التحالف
أن جهودها أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. بحث وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مع وفد من مركز الحوار الإنساني في جنيف الذي يزور المملكة حاليا، بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة والمركز والجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي خصوصا في اليمن، واستعرض الجانبان مساهمة المملكة في تعزيز ثقافة التسامح والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة وجهودها في محاربة الإرهاب والعنف والتطرف. تجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في جميع مناطق المملكة 42 مليون و800 ألف جرعة، إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا أكثر من 19 مليون شخص، لتصل نسبتهم إلى أكثر من 54% من مجموع السكان، فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 23 مليون و500 ألف شخص، لتتجاوز نسبة التحصين بجرعة واحدة 66% من سكان المملكة. وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 41 حالة تعافي، فيما سجلت حالة وفاة جديدة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم لم يتخطى مرحلة الخطر في التصدي لجائحة كورونا، على الرغم من توقعات الكثيرين بأن الوباء شارف على الانتهاء. وقالت المنظمة إن أكثر من 3 ملايين إصابة مسجلة الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، مضيفة بأن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بكثير. المنظمة حذرت بأن الوضع ليس تحت السيطرة وأن العالم لا يزال إلى حد بعيد في وسط هذه الجائحة، مشيرة إلى أن وحدات العناية المشددة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والوفيات مستمرة بسبب المرض وغالبيتهم من غير المطعمين. وتجري منظمة الصحة العالمية حاليا مناقشات بشأن انتشار الفيروس خلال فترة 3 أشهر المقبلة، منتقدة المعلومات المغلوطة والمضللة حول كورونا التي يتم تداولها على الإنترنت. كرم معهد العالم العربي في باريس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، نظير جهوده وإسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية التي امتدت لأكثر من 5 عقود. جاء ذلك خلال منتدى الجوائز العربية الذي أقيم بمعرض الرياض الدولي للكتاب. وكان الأمير خالد الفيصل قد دشن أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية، وكرم فيه 8 من رواد الجوائز العربية من مختلف أنحاء الوطن العربي لإثرائهم الثقافة العربية بكافة تخصصاتهم، وذلك بحضور ممثلي 23 جائزة عربية. حدد دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 8 فئات وظيفية قياسية، هي الميكانيكا والكهرباء والمدنية والمعدات والسلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة وفئة الوظائف الإدارية والدعم، وذلك سعيا لتمكين السعوديين والسعوديات من وظائف التشغيل والصيانة بالجهات العامة. كما يهدف دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية إلى إيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المختص في الموارد البشرية الأستاذ عبد العزيز المبارك. أهلا بك أستاذ عبد العزيز معنا في هذه النشرة.
بودنا أن نتعرف من خلال اطلاعك على جهود وزارة الموارد البشرية فيما يخص توطين الوظائف وتمكين السعوديين من العمل في عدد من الوظائف في قطاعات مختلفة. جميل جدا. أول شيء أحييك أخي هلال وأحيي المشاهدين جميعا، والحمد لله نحن يعني نرى الحركة الدؤوبة من وزارة الموارد البشرية وجميع القطاعات المساندة لها في العمل على هذا الهاجس والهم الوطني اللي هو التوطين منذ عقود. وطبعا احنا نسمع عن التوطين ونسمع عن الجهود اللي تبذل فيه، لكن الحمد لله كان في حراك في النصف الاخير من النصف الاخير من العقد الاخير، هذا حراك واضح جدا، كان في عمل مرتب، والوزارة قاعدة كل فترة تنزل قطاعات بالتوالي وتركز على توطينها وتنزل مستهدفات من خلال مسح واضح للسوق وعدد الباحثين عن العمل ومسح لعدد الوظائف اللي موجودة في القطاعات، شغل منظم ومرتب، حزم من الدعم لدعم هذا الحراك، ومراقبة أيضا ميدانية ومراقبة تقنية عبر المنصات لمدى جدية المنظمات في التفاعل مع هذا الهاجس والهم الوطني. طبعا الحمد لله احنا شفنا يمكن بداية الأسبوع هذا كان فيه قطاعات دخلت، يعني دخل حيز التنفيذ الفعلي اللي هي قطاع السينما وقطاع العقار، وايضا قطاع التموينات المركزيه دخل حيز التنفيذ من بدايه الاسبوع هذا ونهايه الاسبوع الماضي. والاشياء الساره انه حسب المصادر اللي عندنا انه توظف في قطاع العقار والسينما يمكن الى الاسبوع الماضي تقريبا 23,000، التحق فيها 23,000 مواطن سعودي في هذه القطاعين بس، وانت تتكلم عن قطاعات كثيره جاري التوطين عليها. شوفنا الانخفاض الكبير في معدل البطاله، يعني كان في الربع الاخير من العام الماضي وصل تقريبا 12.4، بعدين الربع الاول نزل، الربع الاول 2021 نزل 11.7، وفي الربع الثاني نزل 11.3. نحن نتكلم عن مستهدف لرؤيه 2030 7% في عام 2030، ونتوقع ان شاء الله عبر هذا الحراك المستمر المتابع من قبل جميع الأجهزة وعلى رأسهم الموارد البشرية أن نحقق هذا المستهدف قبل وقت يعني جيد، يعني أو في وقت مبكر قبل الرؤية، قبل الزمن المستهدف في الرؤية بإذن الله تعالى. نعم، إذن هو هدف من أهداف الرؤية يتم تحقيقه بشكل جيد، ولكن كيف تقيم سير التوطين، توطين الوظائف في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية؟ لدينا هنا في المملكة العربية السعودية من حيث النسبة وكذلك الاستراتيجية في موضوع الاحتياج، وأيضا عدم ضمان عدم وجود خلل في السوق، وتأهيل أيضا الشباب السعودي للقيام بهذا الدور. كيف تقيم هذه المسيرة في الفترة الحالية وأيضا الخطط للفترة القادمة؟ بإذن الله تعالى. طبعا المسير عملية التوطين وأنك تعتمد على الكادر السعودي بأكبر قدر ممكن، وبإذن الله كلنا أمل، أي سعودي يأمل في هذا الشيء أنه نعتمد بالكامل على السعوديين بإذن الله تعالى. هذه تبغى لها استراتيجية زي ما تفضلت، يبغى لها تكاتف وتضافر جهود جميع المنظمات طبعا تقود هذا الحراك زي ما قلنا الموارد البشرية لأن هي المختصة في هذا المجال. اللي أرى الآن أنه كان عندنا زمان تذبذب في يعني تطلع قرارات توطين ويبدأ تطبيق، بعدين نرى أن الناس بدأت تتوطن، بعدين يصير في تلاعب والالتفافات وتراجع، ولكن لاحظنا في الفترة الأخيرة يمكن الأربع سنوات الأخيرة لا، في حزم في الموضوع، في تطبيق، في متابعة وثيقة ولصيقة لتطبيق هذه القرارات. والدليل هذا الانخفاض، طبعا في جائحة مرت على العالم كله في كورونا، رجعت ارتفعت معدلات البطالة لكنها انخفضت بعد ما انفتحت الأسواق، وسنرى ونلاحظ انخفاض كبير جدا بعد إن شاء الله ما تفتتح هيئة الترفيه وهيئة السياحة فعالياتها بانطلاق موسم الرياض والمواسم في المملكة، والكثير من المشاريع القادمة. نعم. في ظل نعم. هذه الرؤية المباركة تعالى. بإذن الله تعالى أيضا تصنع الكثير من الفرص الوظيفية. شكرا
للأستاذ عبد العزيز المبارك المختص في الموارد البشرية. شهدت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 إقبالا كثيفا من مختلف فئات وشرائح المجتمع للاطلاع على الكتب المعروضة والأركان المتنوعة التي يحتضنها المعرض. وقدم معرض الرياض الدولي للكتاب في يومه السادس تجربة متكاملة لزواره من خلال توفير أماكن مخصصة للقراءة بالإضافة إلى مقاهي تتوزع في أروقة المعرض وتوفر أجواء مثالية للزوار من مختلف الشرائح. ويستمر المعرض في استقبال الجمهور حتى 10 أكتوبر مقدما برنامجا ثقافيا حافلا يتضمن ورش عمل وجلسات حوارية ودورات تدريبية إلى جانب أمسيات شعرية وفنية وعروض ومسرحيات عالمية تقدم على 3 مسارح خارجية، إضافة إلى فعاليات نوعية تستهدف شرائح المجتمع كافة مثل عروض الطهي الحية وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من معرض الكتاب الدولي بالرياض مراسل أخبار السعودية الزميل خالد الربعي. أهلا بك خالد، حدثنا عن سير المعرض حتى هذا اليوم وأبرز أيضا الفعاليات التي أقيمت هذا اليوم. نعم هلال، حينما نتحدث عن تظاهرة ثقافية وحراك ثقافي تشهده منطقة الرياض والمملكة العربية السعودية على وجه العموم بعد انقطاع دام لأكثر من سنة ونصف، أكيد نتحدث عن أرقام وهي التي تؤكد إما نجاح أو عدم نجاح مثل هذه الفعاليات. إن تكلمنا عن هذا المعرض فبالتأكيد نستطيع أن نقول وبعد مرور 6 أيام ونحن نعيش اليوم نهاية اليوم السادس لهذا المعرض وبقي فقط 4 أيام، نستطيع أن نقول نجاح تام بإذن الله تعالى، سيستمر هذا النجاح. الرقم الآخر الذي نستطيع أن نقول أنه إثبات لهذا النجاح هو الأعداد التي جاوزت 500,000 زائر لأروقة هذا المعرض. هناك شغف الحقيقة من الجمهور ومن المتابعين ومن الزائرين للقراءة والاطلاع، وأيضا شغف لمثل هذه المعارض بشكل عام أيا كانت. يعني ما أبي أطول هلال، أعرف أنه النشرة ضيقة، لكن أحد هذه المعارض هو الحقيقة الركن الخاص لنادي الأدبي بالمنطقة الشرقية وتحديدا مشروع الأميرة سحاب بنت عبدالله، طبعا يشرف عليه الأستاذ محمد بودي. أستاذ محمد، بفكرة عامة وباختصار لو سمحت عن هذا المشروع. شكرا لكم. الحقيقة تأتي مشاركة نادي المنطقة الشرقية الأدبي في هذه الجولة الجديدة لمعرض الرياض الدولي متنوعة على مسارين. المسار الأول هي إصدارات النادي الأدبي الجديدة، العديد من الأدباء وشعراء المنطقة الشرقية تحديدا، والمشاركة الثانية هو استمرار النسخة الثانية لمشروع الأميرة سحاب بنت عبد الله بن عبد العزيز لدعم كتاب الطفل عبر إصدارات قصصية للعديد من الكتاب المرموقين وكذلك دعم المواهب الشابة. الله يعطيكم العافية أستاذ محمد، شكرا لك. ومن خلال هذا المنبر نوجه الدعوة للأباء والأمهات لزيارة جناح النادي، لأنه حقيقة عمل مؤسسي وراه متخصصين من حيث الرسومات، من حيث النص، من حيث الشكل، من حيث المحتوى، عمل متكامل هو مساهم الأندية الأدبية التي تقوم بدور كبير في دعم الثقافة والأدب في المملكة العربية السعودية بوجه عام، وكذلك أدب الطفل الذي يحتاج لتركيز واهتمام من المؤسسات الثقافية. عندما نقدم أدب الطفل لا يقدمه فرد بل تقدم مؤسسة ثقافية كاملة، إذن العمل مجود ومتميز، وهذا ما نأمل من الجمهور الكريم مشاركتنا في الأيام المتبقية وزيارة جناح الأميرة سمو الأميرة سحاب تحت مظلة نادي المنطقة الشرقية الأدبي. شكرا أستاذ محمد، شكرا. طبعا هلا يعني معليش لمحة سريعة أنه هناك منصة خاصة لمن أراد أن يوقع على انطلاق كتابه في جزء أو ركن من أركان المعرض تواجد فيه قبل قرابة الساعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ويوم أمس كان الأمير عبد الرحمن بن مساعد. أيضا هناك ركن خاص مهتم الحقيقة بالطفل وأيضا للطهي. شكرا لك زميلي خالد الربعي على وضعنا في هذه الأجواء ونقل هذه الصورة من معرض الكتاب بالرياض، شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل اعتماد 13 مخططا سكنيا بمساحة تجاوزت 36 مليون متر مربع بعدد من مناطق المملكة.
وفيها أيضا بعد يومين من الانقطاع المفاجئ للفيسبوك انتقادات ومطالبات بالتحقيق مع عملاق التواصل الاجتماعي. أهلا بكم من جديد. أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام اعتماد 13 مخططا سكنيا خلال الربع الثالث من عام 2021 بمساحة قاربت 20 مليون متر مربع في جميع مدن ومناطق المملكة، ليصل عدد المخططات التي تم اعتمادها من قبل المركز من بداية العام حتى الربع الثالث إلى 22 مخططا سكنيا بمساحة تجاوزت 36 مليون متر مربع، وذلك انطلاقا من الهدف الاستراتيجي للمركز المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري وتقديم خدمات الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين. دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التجارة والمركز الوطني للتنافسية المنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بالخدمات البريدية في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، دعتهم إلى تصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة التصحيحية التي تبقى منها 15 يوما. وشددت الهيئة على أن تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة من دون ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة يعرض المنشأة المخالفة إلى العقوبات التي تصل إلى إيقاع الغرامات المالية وإغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة. شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأكبر من نوعه في العالم في يومه السادس إقبالا كبيرا من هواة الصيد والرحلات وعشاق الأسلحة الذين حرصوا على اقتناء والتعرف على كل ما هو جديد من التقنيات الحديثة في هذا المجال، حيث يحتضن المعرض في نسخته الحالية كبريات الشركات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة أسلحة ومعدات الصيد إلى جانب مناطق عرض الصقور ومناطق للفنون وميادين الرماية، فيما واصل مزاد نادي الصقور السعودي الثاني الذي يقام بالتزامن مع المعرض فعالياته والتي جذبت هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة. هذا ويستمر المعرض الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضية بمقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض حتى 10 أكتوبر الجاري. يواجه منتخبنا الوطني يوم الغد نظيره الياباني في ثالث لقاءاته للتصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم 2022، ويحمل في رصيده 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب الأسترالي. يدخل الأخضر مباراته أمام اليابان في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بطموح العبور للمرة الثانية على التوالي للمونديال، بعدما ظفر بورقة التأهل التاريخية على حساب الياباني نفسه على ملعب الجوهرة الذي يشهد لقاء الخميس. الأخضر يملك أفضل سجل عربي في العبور للمونديال، حيث خطف ورقة التأهل للعالمية في 5 مرات سابقة كأكثر المنتخبات العربية وصولاً للنهائيات منذ مشاركته الأولى التي جاءت عام 94 والتي تعد الأفضل في تاريخ الأخضر، حيث عبر فيها إلى دور 16 عن جدارة واستحقاق، وشهدت تلك المشاركة أهدافاً تاريخية للمنتخب، بينما جاء التأهل إلى دور 16 بهدف أسطوري لسعيد العويران وذلك في مرمى منتخب بلجيكا. المنتخب السعودي تمكن بفضل تميزه وسطوته الآسيوية من العبور 4 مرات متتالية بعد المشاركة الأولى كأفضل منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز، وذلك منذ أول تأهل لمونديال 94 بأمريكا وحتى مونديال ألمانيا عام 2006، فيما غاب الصقور عن الظهور في 12 سنة قبل أن يعود بقوة في مونديال روسيا عام 2018، وليعلن التحدي بعبور جديد إلى مونديال قطر 2022. We'll be right back.
بعد يومين من تعرض خدمة فيسبوك في أنحاء العالم لانقطاع دام ساعات، لا تزال الانتقادات لعملاق التواصل الاجتماعي متواصلة وسط اتهامات للشركة بالترويج للانقسامات في المجتمعات والسعي لجني الأرباح. بعد اتهامات لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك بتأجيج الانقسامات وتقويض الديمقراطية وإلحاق الضرر بالصحة النفسية للأطفال، وجه أعضاء بالكونغرس الأمريكي انتقادات حادة للرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ واتهمه بالسعي الحثيث لجني الأرباح والتعامل باستخفاف مع سلامة المستخدمين. وفي جلسة للجنة التجارة بمجلس الشيوخ، اتهمت فرانسيس هوجين وهي مديرة الإنتاج السابقة في فريق فيسبوك والمختص بمكافحة التضليل، اتهمت الشركة برفض إدخال أي تغييرات تجعل من فيسبوك وإنستغرام أكثر أماناً، وقالت إن فيسبوك اختار العمل في الخفاء والاحتفاظ بمعلوماته وعملياته في نطاق من السرية وتقديم مسألة جني الأرباح على مصلحة المستخدمين. الضربة التي وجهها الكونغرس جاءت بعد يومين من تعرض خدمة فيسبوك لانقطاع دام ساعات، واتفاق الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة إجراء تحقيقات وإصلاحات تنظيمية داخل هذه الشركة التكنولوجية والتي تقدر قيمتها بتريليون دولار. بهذا تنتهي نشرتنا، وفي ختامها نذكركم بأبرز ما جاء فيها. ثقة عالمية بقوة اقتصاد المملكة بالتزامن مع تحقيق القطاع غير النفطي لأقوى تحسن شهري منذ 7 سنوات. تحالف دعم الشرعية في اليمن يدمر 3 زوارق مفخخة بموقع تجميعها وإطلاقها بمحافظة الحديدة. الجرعات المعطاة لفيروس كورونا بالمملكة تقترب من 43 مليون جرعة. معهد العالم العربي في باريس يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الفكرية والثقافية الممتدة لأكثر من 5 عقود. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.